هلا بدنا نحكي لكم عن شو عم يصير عنا بمناطقنا، بمناطق تلتمر ومناطق شرق شمال سوريا، من تجاوزات تركية اللي عم يصير على مناطقنا. طبعا نحن هلا كقوات حرس الخابور موجودين في الخابور في مناطق الزرقان الموجودين منهم، عم نلاحظ التجاوزات التركية والقصف التركي بشكل يومي من شهر ونص أو أكثر من شهر ونص لهلا. مع ذلك هناك اتفاقية ب 22/9/2019 وقف اطلاق نار شامل بهذه يعني بمناسبة اللي صار الاتفاق بين الروس والأتراك وقوات القوات السورية الديمقراطية. مع هاي الاتفاقية في قصف بشكل يومي، إن كان بالقصف المدفعي أو بالقصف 23 أو بالقصف السلاح المتوسط، يعني جميع الأسلحة عم يحاولوا يضربوا القوات الموجودة على خط الزرقان وخط تلتمر وقرى تلتمر. ما عم تلتزم بالاتفاقيات اللي صار، اتفاقيات وتعهدات دولية صايرة، يعني مو إنه اتفاقيات بين شخص والتاني، بين الدول. ومع ذلك يعني ما في التزام بالاتفاقية نهائيا. عم يتم استهداف المدنيين والعسكريين والقرى المدنية وحرق بيوت المدنية اللي تحت سيطرتهم بشكل يومي. عم نلاحظ هناك في هناك حرائق هائلة في القرى الموجودة تحت سيطرتهم. القوات السورية موجودة فاصل بيننا، بين قوات سوريا الديمقراطية وما بين قوات الأردوغان. وفي على أساس أنه نحن في ضمانات من الروس، والروس قاعدين كمان في مناطق تفصل ما بين قوات سوريا الديمقراطية وما بين قوات، أو أنا ما أقول لك قوات، أقول لك مرتزقة أردوغان. رغم كل هالضمانات الأمنية عم يصير خرق، عم يطلق، عم يضرب. من قبل فترة، ما في مو فترة بعيدة، يمكن 5-6 أيام، صار ضرب هائل بمدفعية هاون، عم يضرب على قرى آمنة مثل القرى الطويلة، نحن نسميها طويلة الوقاعة، اللي صايرة بمواساة قرية الطويل. هي الطويل بنفس الخط، قريبين على بعض. عم يطلع الطلع، عم يطلع القذائف الهاون من فوق الطويل على طويلة الوقاع. ومع ذلك طويلة الوقاع لا يوجد هناك لا قوات قسد ولا يوجد قوات، أي قوات موجودة غير قوات السورية وقوات والمدنيين الموجودين في هناك الآمنين. يعني إذا أقول لك صراحة، إذا ما عم نتضايق مضايقة قوية، ما عم نرد ولا حدا عم نخلي يرد نهائيا. بالعكس نحن عم نلتزم بالقرار اللي صار، قرار وقف اطلاق النار نحن ملتزمين فيه. إذا ما أقول لك 100% 95% نحن متفقين على هذا. بس لكن وقت اللي يصير ضيقة قوية، فأنا من حقي أدافع عن نفسي، حقي الشرعي، حقي الشرعي لما أدافع عن نفسي. أنا كقوات حرس الغابور نحن ما يعني نحن مستعدين للدفاع عن نفسنا لآخر دقيقة. ما فينا نتخلى عن مبادئنا وعن قيمنا، الدفاع عن شعبنا وعن قرانا الآشوريين الموجودين على خط الخابور.